هذه قصة حقيقية أشبه بالخيال، تقشعر لها الأبدان. فلقد استيقظ السلطان سليمان القانوني من النوم فزعا مما رآه في منامه، فنادى على حرس من حراسه المقربين وقال له: جهز لنا الخيل، سوف نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس عن قرب. وبعد أن خرج هو وحارسه فقط، مر من أمام جثة رجل ملقاة في أحد الشوارع ولا أحد من الناس يقترب منها. فسأل السلطان بعض الناس: جثة من هذه؟ فقالوا له: إنها جثة رجل زان وشارب للخمر، وليس عنده أولاد أو أهل غير زوجته، ولا أحد من الناس يقبل أن يدفنه. فغضب السلطان وقال: أليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم حمل السلطان جثة الرجل وذهب بها إلى زوجته، فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا. فتعجب منها السلطان وقال لها: لماذا تبكين وزوجك كان زانيا وشاربا للخمر؟ فقالت له: إن زوجي كان عابدا زاهدا لله، غير أنه لم يرزق بأولاد، ومن شدة حبه للذرية وللأولاد كان يشتري الخمر ويأتي به إلى البيت ويصبه في المرحاض ويقول: الحمد لله أني خففت عن شباب المسلمين بعض المعاصي. وكان يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحشة الزنا ويعطيهن أجرهن ليوم كامل على شرط أن يرجعن إلى بيوتهن، ويقول: الحمد لله أني خففت عنهن وعن شباب المسلمين بعض المعاصي. فكنت أقول له: إن الناس لهم ظاهر الأعمال، وإنك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي عليك. فكان يضحك ويقول: سوف يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين. فبكى السلطان وقال: والله إني أنا السلطان سليمان، وإنه لصادق، والله سوف أغسله وأدفنه بنفسي، وأجمع جميع المسلمين للصلاة عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثم أمر السلطان سليمان القانوني أن يحضر الجيش كله للصلاة عليه، وأن يحضر جميع المسلمين، وأن يدفن في مقابر السلاطين العثمانيين. وبالفعل حضر الكل، فكانت أكبر صلاة جنازة في التاريخ. فلا تحكموا على الناس من مظاهرهم، واجعلوا بينكم وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا الله.